شوربة سمك مرة مرتين ثلاثة بالأسبوع، هاي بتغنيكم. الشغلات الغذائية الثانية الحبوب الكاملة، الحبوب الكاملة زي حبوب الشوفان، حبوب الرشاد، زي السمسم، زي الحب السوداء، زي كل هذه كويسة كتير إنها تكون موجودة عندنا في البيت، ونطحنها ونحط على السلطات ونحط على الشوربات ونحط على الأكل تاعنا من هالحبوب هذه اللي تعطينا المواد الغذائية اللي بدنا إياها، الحديد والفيتامين سي والمش عارف إيش والزنك، هذه كلها اللي بدها تفيد. الشغلة الثانية المهمة كمان أشعة الشمس، التعرض لأشعة الشمس وإحنا نمشي ونعمل تمارين تنفسية وندخل أكسجين وناخد فيتامين د اللي هو أساسي في عملية بناء الغضاريف، فهذه ما تنسوها وحطوها بعين الاعتبار. موضوع الشمس، هيني بدور على الشمس من الصبح، عندي في كندا مش طالعة اليوم، مش طالعة والدنيا برد شوي، فعندكم ما شاء الله الشمس موجودة، لا بحاجة لمكملات ولا بحاجة لكروت، ما هي كل شيء مصادر طبيعية، فخذوا بعين الاعتبار فيتامين دي في الموضوع. الخضروات، ليش احنا بنحكي عن الخضروات؟ مش بس لانه فيها الياف صحيه وبتنظف لنا الكولون وبتنشط لنا الجهاز الهضمي، لانه فيها املاح، املاح زي البوتاسيوم، زي المغنيسيوم، زي الصوديوم، الفيتامين كي، كل الفيتامينات هذه موجوده، سبانخ، قرنفل، خس، الملفوف، البروكلي، القنربيط، يعني كل الخضروات، خضراء، صفراء، حمراء، كلها مفيدة، ولازم ناخدها في السلطات مرة مرتين في اليوم. ناخدها من صحن السلطة، نحط عليه طحينية، الطحينية اللي هو السمسم اللي هو فيه كالسيوم كويس طبيعي، بتاخدوه بشكل طبيعي، بتلين القولون، بتمتصوا هالعناصر المعدنية ضرورية لصحة المفاصل وصحة الغضاريف. الثومي والبصل، هذه الثومي بتحتوي على أكثر شيء ممكن تحتوي على الكبريت، الكبريت أساسي زي ما هو البيض كمان كويس كثير، وفي دهون كويسة لصحة الغضاريف لأنه في كبريت، الكبريت عنصر رئيسي في عملية البناء، مع الكالسيوم، مع البوتاسيوم، مع الصوديوم، كله بيعمل عملية خليط كويس قوي لبناء هذه الغضاريف وبناء العظام وبناء العضلات، والبروتينات اللي بناخدها مع شربات اللحوم أو أكل اللحوم بس مرة في الأسبوع، ما تكثروا لأنه في كوليسترول عالي، بتكون مش أنتوا تاخدوا كل هالكوليسترول وكل هالدهون وما توصلوا للعظام وما توصلوا للغضاريف، وين بده يروح هالكالسيوم؟